عاد فريق التصوير التابع لقناتنا بمجموعة التصعيد حلقات من الأفلام الإخبارية منها خمس في إيران كنا قد بثثناها في الأيام الماضية. اليوم نبث الحلقة الثالثة في رحلة باكستان والثامنة في السلسلة ككل. في مارس من هذا العام تعاون مختبر الهندسة الوطني للتلفزيون الرقمي بالعاصمة بكين وشركة تشونغ الصينية بمعادلة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع الموظفين المحليين في باكستان في بناء أول محطة لرسائل الإشارة للتلفزيون الرقمي داخل باكستان التي تستخدم معيار DTMB الصيني في مدينة موري الباكستانية. بدأت المحطة إرسال إشارات للتلفزيون الرقمي إلى المناطق المجاورة، وتجدر الإشارة إلى أن الإشارات المرسلة من هذه المحطة تستطيع تغطية عدد كبير من المناطق المحيطة بالعاصمة إسلام آباد، حيث يمكن مستخدميها مشاهدة برامج عالية الوضوح مجانا بعد تركيب جهاز تلقي الإشارة. بالنسبة إلى أسرة توصيف التي تسكن في حي G11 بإسلام آباد، يعد 23 من مارس عام 2015 يوما خاصا، حيث ودع توصيف وأفراد أسرته برامج ذات وضوح قياسي لبدء مشاهدة برامج عالية الوضوح. كنا يمكننا الحصول على إشارة تلفزيون بسيطة فقط وغير مسجرة، والصور ليست عالية الوضوح، لكن الآن يمكننا أن نتلقى إشارة جيدة، فإننا محظوظون جدا. يبلغ عدد سكان باكستان نحو 200 مليون نسمة، ويلعب التلفزيون دورا هاما في حياة المواطنين اليومية. تواجه تكنولوجيا الإرسال لإشارة التلفزيون داخل البلاد ضغوط الإصلاح والترقية حاليا، فهي بحاجة كبيرة إلى برامج عالية الوضوح للتلفزيون الرقمي. هذا ووافق الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية على استخدام المعايير الدولية الأربعة في أنحاء العالم، ألا وهي معيار الولايات المتحدة الأمريكية ومعيار أوروبا ومعيار اليابان ومعيار الصين. وفي البداية كان الجانب الباكستاني يميل أكثر لاختيار معيار أوروبا، لكن بعد الدراسة والمقارنة المتأنية قرر الجانب الباكستاني اختيار معيار DTMB الصيني. يتم استخدام معيار DTMB الصيني بشكل ممتاز في منطقتي هونغ كونغ وماكاو بالصين والعديد من الدول الغربية، وبتكلفة معقولة جدا. قدمت الحكومة الصينية مساعدات كثيرة لنا، من ضمنها شروط دفع جيدة، ونحن راضون بالتعاون مع أصدقائنا الصينيين. ومقارنة بمعيار الولايات المتحدة ومعيار أوروبا، أعتقد أن معيار DTMB الصيني خال من المشاكل ويتمتع بقوة تنافسية كبيرة في السوق. إذا تمكنا من استخدام هذا النظام بشكل كامل في باكستان، فهذا سيوفر خدمات أفضل للشعب الباكستاني، وخاصة في مشاهدة تلفزيون عالي الوضوح وتقديم مصادر البرامج الجيدة، مما سيرفع من جودة معيشة المواطنين الباكستانيين. يركز استخدام معيار DTMB الصيني في باكستان إلى خروج معيار التلفزيون الرقمي الصيني ذي حقوق الملكية الفكرية المستقلة من البلاد لتطوير سوق دولي أوسع. إن دخول المعيار تكنولوجيا الصيني إلى باكستان هو مكن المحليين من مشاهدة تلفزيون ذي الوضوح العالي، بل الأكثر من ذلك هو دفع تطور سلسلة من القطاعات في باكستان، مثلا تجديد تكنولوجيا التلفزيون وإعادة الأقصاء في المجال التكنولوجيا، كما هو ساعد على توظيف المحليين. فيمكن القول إن دخول المعيار الصيني هذا هو يأتي بفوائد اقتصادية لا تحصى ولا تعد. CCTV إسلام آباد.